هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في مطبخ فتافيت. انا شيف لينا، والنهارده هنعمل وصفه حلوه جدا جدا. هنعمل شوكليت كب كيكس، والشوكليت كب كيكس دول فيهم سبرايز كده ان ذا ميدل، شكلها حلو قوي، كيوت جدا، حلوه للاطفال بالذات اعياد ميلاد الاطفال. بس قبل ما نبتدي عايزه اقول لكم ما تنسوش طبعا تعملوا لايك وكومنت وشير، واكيد اكيد تعملوا سبسكرايب للقناة عشان تشوفوا كل الوصفات الجميلة اللي بتنزل على طول. طبعا قبل ما نبتدي، اول حاجة عاملاها مسخنة الفرن على 180. مهم جدا ان الفرن يبقى جاهز في الاول عشان يبقى سخن. هنا طبعا عندي بولتين، البولة الاولانية هنستخدمها للمواد الجافة، والبولة التانية للمواد السائلة. طيب هنعمل ايه اول حاجة؟ انا هبتدي بالمنخل بتاعي، هنزل الدقيق وهنزل الكاكاو، هننخل كل الحاجات دي. مهم جدا ان ننخلها لان دي بتفرق طبعا في الكب كيكس او الكيك عموما، هتخلي الكيك هشة اكتر، وفي نفس الوقت طبعا هتلاقوا فيه قطع كده، القطع دي احنا مش عايزينها. هعمل نفس الحاجة في البيكنج سودا، بيكنج باودر. بس احنا كده خلاص، بصوا شايفين الحتت دي؟ دي اللي احنا مش عايزينها في الكب كيكس بتاعتنا نهائي، اوكي؟ فدول خلاص كده، وهنقلب كل ده كويس جدا بحيث انه يختلط مع بعضي، وهحط عليهم رشة ملح. وخلاص احنا كده خلصنا البولة دي المواد الجافة. هنعمل دلوقتي المواد السائلة بتاعتنا. ننزل البيض والبيضة التانية، وهنحط الفانيليا طبعا من الحاجات المهمة جدا، عشان مش عايزين طعم البيض، عايزين السكر، ده سكر ابيض. وهنضرب كل ده كويس جدا بمضرب الكهرباء. حلوة قوي كده، بصوا شكلها بقى جميل ازاي، ده اللي احنا عايزينه. دلوقتي هنضيف بقية المكونات السائلة، زيت، وطبعا اللبن. اللبن طبعا هيدي نكهة حلوة للكب كيكس. نقلب كل ده، ودلوقتي طبعا احنا هنا فاضل عندنا المية السخنة دي، هنحطها في الاخر خالص. فانا هجيب المواد السائلة وهحطها على المواد الجافة. وهنقلب. اخر حاجه بقى هنعملها الميه السخنه. الميه السخنه دي بقى حلوه في ايه؟ هتطلع نكهه الكاكاو، وهتخلي التورته بتاعتكم دارك كده وحلوه جدا. انا بحب الكيكس او التورت او الكب كيكس اللي بتبقى غامقه شويه. هنقلب كل ده بالراحه. حلو قوي قوي قوي. الستيب اللي بعديها ايه؟ هناخد كب كيك لاينرز، اوكي، هنعبيهم 3/4، وبحب دايما استخدم ايس كريم سكوبر عشان اتاكد ان يعني كله توزع مظبوط، كل الكب كيكس هتطلع قد بعض. وطبعا ما تنسوش لما تعملوا الكب كيكس دي لازم لازم تسيبوا لي كومنت وتقولوا لي رايكم فيها ايه، خليتوا الاولاد يعملوها معاكم، الاولاد رايهم فيها ايه، لان الحاجات دي بجد بتفرحني جدا جدا. ودلوقتي احنا خلاص خلصنا، هندخلهم الفرن
وهم في الفرن. هنعمل مع بعض الفراستنج اللي هيتحطوا على الكب كيكس. طب احنا دلوقتي هنعمل الايسنج، الشوكليت ايسنج اللي هيتحط فوق الكب كيكس. الشوكليت ايسنج ده سهل جدا، هشش قوي وحلو قوي قوي وطبعا سهل. فهنشوف هنعمل ايه. انا هنا عندي اول حاجه زبده سايحه، هنزلها في الميكسر. وهنا عندي كاكاو خام، الكاكاو الخام ده طبعا لازم يبقى منخول. هنبتدي الاول بالراحه خالص عشان مش عايزين الكاكاو يطير في كل حته ويبهدل الدنيا. شويه كده في الاول وبعد كده هنسرع. هنسرع بقى شويه. خلاص كده حلو قوي، انا مبسوطه بيه. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنشغل ده على لو سبيد، مش عايزينه هاي سبيد. ليه بقى؟ هنبتدي نضيف السكر البودره، ومهم جدا جدا لما نضيف السكر البودره انه نضيفه على مراحل. فانا هبتدي اشغله، والمعلقه هننزل شويه شويه. خلاص كده حلو قوي. انا عايزه اوريكم شكلها عشان تبقوا عارفين. بصوا هتحسوها مرمله شويه، طبعا ده عادي جدا. اوكي هضيف دلوقتي كريمه الخف، وهنحط الفانيليا، نقفل ونضرب. تعالوا نبص، بصوا افتحت ازاي، ده اللي احنا عايزينه. بصوا شكلها حلو جدا، هشه جدا. وانا حاسه ان انا مش المفروض اضيف سكر بودره تاني، كده حلو قوي. خلاص احنا كده خلصنا، عملناها بقت هشه وجميله وريحتها حلو جدا. دلوقتي هنعمل ايه؟ طبعا هحطها في بايبنج باج، وهحط تيب، هوريكم التيب شكله هيبقى عامل ازاي، وهنذوق الكب كيكس بطريقة حلوة جدا جدا جدا. بس طبعا ما تنسوش تعملوا لايك للوصفة، وياريت تعملوا لي كومنت، عايز اعرف رأيكم ايه، وشير هيبقى حلو جدا. واكيد ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لفتافيت يوتيوب. اوكي احنا دلوقتي الكب كيكس بتوعنا طلعوا طبعا من الفرن، وسيبناهم يريحوا ويبردوا تماما. مهم جدا انهم يبردوا تماما عشان نقدر نحط عليها او عليهم الكريمه. هنا عندي الكب كيكس بتاعتي اهم، وهنا الكريمه اللي احنا لسه عاملينها، واستخدمت البايبنج تيب اللي هي بالمنظر ده. وهنا عندي السبرينكلز بتوعي، دول اللي هنحطهم جوه الكب كيكس. هما دول بقى السبرايز، تفتحوا الكب كيك هتلاقوا سبرينكلز ملونه شكلها حلو جدا جوه الكب كيك. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه هناخد الجادجت بتاعنا ده، وهندخله في نص الكب كيك، وهنرفعها اهو، هتطلع لنا حته كده صغيره. هناخد السبرينكلز بتاعتنا الملونة، وهنحطهم من جوه. واخر حاجة هناخد، مش هناخد كل دي، هنقسم جزء كده منها نصها تقريبا عشان نقفل بيها الكب كيك. وهنحط دلوقتي، هنزوقهم، انا هعملهم بالمنظر ده النهاردة. هحط التيب في النص، هدوس وهفضل دايسة، وهرفع بالراحة ونشيل. وأخيرا هنرش بقى لازم شوية سبرينكلز، وبس كده
سهلين جدا، شكلهم حلو جدا. مش عايزه اقول لكم الكب كيكس دي طبعا حلوه قد ايه، والولاد بيفرحوا بيها جدا اول ما ياكلوها كده ويفتحوها ويلاقوا كميه السبرينكلز اللي واقعه منهم، بيفرحوا جدا. عايزه اقول لكم فان شاء الله الوصفه دي تعجبكم وتجربوها. ما تنسوش طبعا تعملوا سبسكرايب على قناه فتافيت يوتيوب عشان تشوفوا كل الوصفات الجميله دي.